عقدت وزيرة التنمية المحلية منى العوض اجتماعا مع السكرتيرية عموم المحافظات عبر الفيديو كونفرنس، وذلك من مقر مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة. خلال اللقاء تابعت وزيرة التنمية المحلية آخر المستجدات في ملف التصالح على مخالفات البناء والإنجازات ومعدلات إنجاز المحافظات لإجراءات التصالح والإجراءات التي اتخذتها كل محافظة لتوعية المواطنين وتشجيعهم على تقديم طلبات التصالح والتنسيق الجاري بين المحافظات وهيئة المساحة العسكرية وإزالة المخالفات والتعديات.